القوى التي تحكم الآن الحقيقة هي القوى العسكرية هي التي تحكم الآن. حمدوك مشتت فيما بينه وبين قوى الحرية والتغيير، يتحدثون أن هنالك اتفاقات وهنالك تناغم بين المكون العسكري والمدني، ولكن الواقع يشي بغير ذلك. هنالك خلافات حقيقية في تنفيذ القرارات. فلنأخذ مثلا بس أستاذ طارق اسمح لي بس أقاطعك هنا، حتى الآن أستاذ طارق أكثر أستاذ من طارق. 600 يوم وحتى الآن ليس هنالك جديد. أستاذ طارق، يعني إما إلقاء اللوم على العسكر وإما إلقاء اللوم على نظام البشير البائد، معقول الفشل دائما يبرر بهذه الطريقة؟ يعني السؤال ليس من الذي قام بهذه التفلتات الأمنية، ولكن السؤال ماذا فعلت الحكومة لمنع هذه التفلتات، لمنع هذا التدهور المريع في الاقتصاد السوداني. هذا عندما تقول أن المؤتمر الوطني الحزب السابق هو من يقوم بهذه الأشياء، ما الذي فعلته أنت كحكومة؟ أنت تعلم أن هذه النظام السابق لن يسكت على ما يحدث وسيحاول أن يعود مرة أخرى، ولكن السؤال ماذا فعلت أنت؟ هل تبرر عجزك بأنه هذا هو النظام السابق؟ إذن فأنت فشلت في هذه السياسة، وهذا هو الواقع الذي يقوله كل الشارع السوداني الآن. طيب، هذا كلام أيضا لافت من الأستاذ طارق، كأنه يتفق معك أنه بالنهاية هذه القوى التي تحكم اليوم في هذه التوليفة الحكومية، صحيح هو في جزء يرمي المسؤولية على العسكر، لكن عاد وأقر بأنها حكومة فاشلة. أخي، أنا عندما يعني أي باحث موضوعي يعني يهتم بالشأن السياسي سواء كان في السودان أو خارجه، عندما يكون موضوعي أنا متأكد أنا ما بختلف معه أصلاً. أنا لا تقف خلفي مواقفي السياسية عندما أبحث. أنا عندما أتكلم في هذا البرنامج بتكلم عن أشياء موضوعية، حقائق يعيشها كل السودانيين. حقيقة ما ذكره الأخ من السودان وعن الاتهام بالنسبة للعسكر، العسكر صحيح في البداية تغولوا إلى حد كبير جدا على مسؤولية المدنيين، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية حددت وظائف بالنسبة للمدنيين وبالنسبة لمجلس السيادة. مجلس السيادة تقريبا يكاد يكون يعني مجلس السيادة يكاد يكون تقريبا يعني جسم شرفي فقط حسب نصوص الوثيقة الدستورية. لكن أقول لك مسألتين فقط: تغول مجلس السيادة تماما على الشأن السياسة الخارجية بصورة غير عادية. اثنين، اللجنة لمعالجة الأزمة الاقتصادية رئيس حميدتي وحمدوك نائبه، شوف عليك المفارقات دي، حمدوك رئيس الوزراء وهو معني نمر واحد بالمسألة الاقتصادية وهو خبير اقتصادي، وجابوه لهذه الصفة أنه هذا الخبير الاقتصادي يكون رئيس اللجنة لمعالجة الأمور الاقتصادية. دلقوا راعي إبل في النهاية، هو راعي إبل في النهاية، وبالتالي كان الفشل الزريع بالنسبة لهذه اللجنة الاقتصادية. حتى بالنسبة للأمن، الأمن ده مسؤولية نمرة واحد لرئيس الوزراء. طيلة الفترة منذ تقريبا عام إلى الآن بدأ الإفلات الأمني بصورة واضحة، وقبل العام زي ما ذكرت لك قبل شوية بدأت الشرطة تتراجع نتيجة لعدم الحماية بالنسبة لأفراد، حتى عندما ينفذوا القانون تجد الإدانة، وحتى بالنسبة لناس الجيش أنا أخشى هذه المسألة تحصل للجيش، لأنه مجموعة من العساكر اللي تصرفوا برضو وتصرف وأصابت الرصاص بعض المتظاهرين سلموهم للنائب العام لمحاكمتهم بهذه الصورة. فحمدوك يمكن في الأسبوع الماضي ده دعا اللجنة الأمنية بتاعته لمعالجة الإنفلاتات الأمنية. يتخيل سنة كاملة الخرطوم تضج وتعج والناس تشكو في الداخل والخارج، وكل من عنده علاقة بالخرطوم يدرك الهشاشة الأمنية التي يعيش فيها الوطن السوداني.